بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. يمكن البداية النهاردة هتكون مختلفة شوية نظرا للحالة الاستثنائية اللي بنعيشها في الوطن العربي وتحديدا في فلسطين بعد العدوان الغاشم اللي حدث خلال الأيام القليلة الماضية. حالة حداد أعلنتها جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام بعد العدوان الغاشم وحالات الاستشهاد لعدد كبير جدا من الأطفال والنساء والرجال والشباب في فلسطين وتحديدا في غزة. يمكن